مشاهدينا مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم ضيف خفيف. الفنان ديال هذه الحلقه هو فنان ابن مدينه الدار البيضاء وبالخصوص الحي المحمدي. قرا في المعهد الموسيقي لكن اختار انه يتخصص في الفن ديال الانشاد او المديح النبوي. معنا الفنان عبد الواحد ديبان. سي عبد الواحد مرحبا بك. اهلا وسهلا، مبروك فيك. انا وعليك تحية طيبة يعني لهذا البرنامج الرائع زوم ست، وتحية من خلاله الساكنة ديال مدينة طنجة أولا، والجمهور الشمالي الذواق اللي عنده واحد المعزة خاصة في قلبي جدا، وكان بغي نقول للشعب المغربي خاصة والأمة الإسلامية جميعا رمضان مبارك، الله يدخلوا عليهم بالصحة والعافية، الله يجعل اوله رحمه ووسطه مغفره واخره عتق من النار يا رب. امين يا ربي. سي عبد الواحد غنبدا معك بواحد السؤال، واش مازال عاقل على اول نهار صمتيه في رمضان؟ اول نهار صمت في رمضان؟ بطبيعه الحال. هذو الذكريات اللي ما كيتنساوش. باقي عاقل. باقي عاقل، وهذاك النهار انا فطرت فيه بزاف ديال المرات، يعني ذاك النهار ما تيتنساش ابدا. حبيبي يا رمضان هو اخر عمل ديال عبد الواحد ديبان، شنو يمكن لك تقولنا على هذا العمل؟ حبيبي يا رمضان، انا بداك كنشكر قناه يعني زوم سات على هذا يعني الاشاره. حبيبي يا رمضان هو عمل انا كنعتبره عمل احترافي، يعني ملقنا احترافي بجميع المقاييس الحمد لله، يعني لعبد الواحد ديبان، يعني ساطل عليه يعني على الجمهور العاشق الفنان بالصوت والصورة، ولقنا الصوت الحمد لله، يعني هو عمل من 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 خيرة الشباب. سي عبد الواحد، انت خريج ديال المعهد الموسيقي، علاش اختاريتي بالضبط انك تخصص في الانشاد؟ هو ماشي ملي كنقولوا انشاد هو مضمون قصير او محدود، لا هو نقولوا الغناء الطربي، الغناء المنقح، الغناء الهادف، الغناء الرسالي، يعني راه ماشي اعتباطيا تيغني او تينشد او تيطرب، يعني خص يكونوا مواضيع مثل لقنا مواضيع غادي ندوي على الحب ما بين الناس، ندوي على الام. مجموعه ديال الفنانين كيقولوا بان الفن ما بقى فيه والو، بغينا نعرفوا عبد الواحد ديبان واش الفن خديتيه كمهنة او لا عندك شي مورد رزق اخر؟ ما كاينش مشكل، انا صريح، هو في الاول كتبدا الموهبه. الموهبه بدات منذ الصغر، يعني بدات من انا يعني في الصف الابتدائي من الثالث الرابع، وبديت تنشارك في المسابقات ديال تجويد القران. من بعد مشيت للجانب ديال الطرب، الغناء اللي اكتسبت فيه التجربه، والاذاعه خدمت في الاذاعه وداك الشيء. فاش نقول لك، كمورد مالي انا كنعتمد على حوايج اخرين، ولكن حتى الفن حتى هو كنعول عليه، لانه الحاجه اللي تنخلص ليها وتنعطيها ماشي كنتسناها انها تعطيني، ولكن اموه كتهمني واحد الحاجه مهمه، حب الناس. من تيحبوك الناس وتيتابعوك فهذاك ربح ماشي اكثر منه مادي، لك اكثر من مادي ما تيتقاش بثمن. النبي صلوا عليه صلوات الله عليه، وينال البركه كل من صلى عليه. بغينا نعرفوا كذلك علاش عبد الواحد ديبان فضل انه يبقى في الطريق ديال الانشاد الصوفي او الموسيقى الرسالتيه كما سميتيها انت، وما بغيتيش انك تغني حاجه اخرى، مثلا تغني اغاني طربيه قديمه، مثلا مجموعه ديال المنشدين المغاربه اللي كنشوفهم في مجموعه ديال المرات كيغنيو اغاني اللي ممكن اننا ما نعتبروهاش انشاد او ما نعتبروهاش موسيقى صوفيه. بالنسبه لهذا لا انا بالنسبه لي هذه النقطه، هذه الغناء الطربي كنغنيه، بالعكس انا احب الطرب وانا احب الطريقه المشيوخيه. لقينا الطريقه المشيوخيه غندوي على الحفار، غندوي على طه الفشني، غندوي على زكريا احمد، غندوي على عمران، غندوي على رفعات، غندوي على مصطفى اسماعيل، غندوي على سلامه حجازي، غندوي على ام كلثوم، غندوي على محمد عبد الوهاب، غندوي هادو عمالقه الطرب، هادو انا كنبغيهم وتنغني لهم، يعني تنغني لهم ما عنديش اشكال الحمد لله. غير قلت لك الانسان ينتقي اشنو يغني. دابا انتقي لنا شي حاجه وغنيها لينا من هاد الاسماء اللي قلتي لنا دابا. ميلاد طه كرم الأعياد، ميلاد طه كرم الأعياد،
وبشير كل الخير وبشير كل الخير والإسعاد. يا أكرم الرسل الكرام يا أكرم الرسل الكرام جميعهم يا أكرم الرسل الكرام جميعهم أنت الشفيع لنا أنت الشفيع لنا ليوم معادي. حملوا تطبيق زومسات على أندرويد وتابعوا جديد حلقات برنامج لقاء خاص معي أنا سهام فضل الله. رجعنا لكم مشاهدينا مره اخرى مع عبد الواحد ديبان. سي عبد الواحد، شنو هي المدرسه اللي كتاثر بها عبد الواحد؟ مش مدرسه واحده ولكن مدارس. كما قلت قبيله، الشيخ طه الفشني، عمران، زكريا احمد، علي محمود، هادو يعني انا بعدك شخصيا كنتصنت لهم، تنحس شي حاجه يعني كبيره تصنت لي. واحد الملاحظه اللي لاحظوها مجموعه ديال المتتبعين ديال عبد الواحد ديبان هو ان عبد الواحد كيميل اكثر للطريقه المشرقيه او الطريقه الشرقيه في الاداء ديال الاغنيه الصوفيه. علاش عبد الواحد ما سمعناهش بزاف في الغناء في الطبع المغربي؟ هذه بزاف ديال الناس يسولوا، بصح كاينه، ولكن اش نقول لك، دابا شخصيا كنحس براسي في النغم المشرقي. هذا ماشي كيعني بانني، بالعكس انا كنحب الموروث المغربي، ويعني بدليل الليالي اللي كنحيي والحفلات اللي تنحيي، الحفلات الخاصه كنادي المغربي، التطوع المغربي كناديها الحمد لله بشكل سلس وبشكل يعني عادي جدا، يعني ما عنديش الحمد لله ما عنديش اشكال، كاينه سلاسه الحمد لله، وكاينه اعمال ان شاء الله مستقبليه اللي جايه في الطابع المغربي. هذا ما كيستنيش حبي للطبع المشرقي. باقي الجمال سامي الخصال، باقي الجمال سامي الخصال. والفنا كنشوفوك عند واحد في في في, في لي سينجل في الاغاني الفرديه، فوقاش غنشوفوك في مثلا في شي البوم؟ بغينا نشوفوا البوم مثلا. نعم، البوم كاين واحد الموسيقى الصوفيه ولا ديال الموسيقى الطربيه عامه؟ لا، هو كاين البوم، كاين البوم قديم، هو كان غيخرج شحال هذا، وكانت واحد المشاكل تقنيه مع في الهندسه الصوتيه، ولكن الحمد لله دابا غادي يخرج في شكل سهره البوم مع شركه عصامي، مع كمال عصامي، كنوجه تحيه من المنبر، وغادي يخرج في شكل سهره كيتضمن مجموعه من الاناشيد اللي عرفها الجيل القديم. الله، شنو الاعمال المستقبليه ديال عبد الواحد؟ شاد الانغام، سهره مع الفنان شاد الانغام. عبد الواحد ديبان، شنو الاعمال الجايه ديالك، المشاركات خارج او داخل ارض الوطن؟ المشاركات اللي كاينه عندي مجموعه من السهرات، كاينه في الدار البيضاء، في المركب الثقافي الحي المحمدي، في مركب سيدي بليوط، مشاركه في مدينه القنيطره ايضا ان شاء الله. وبالاضافه يعني كاين بزاف ديال ان شاء الله. دابا انا غادي في واحد الاطار ديال لي سينجل، دابا من بعد هذا السينجل ديال حبيبي رمضان ان شاء الله انا غنمشي على هذا المنوال، على هذا يعني على هذا الستيل الغنائي اللي انا كنرتاح ليه بزاف، يعني غنمشي سينجل باغ سينجل ان شاء الله باش نصوب واحد الالبوم ان شاء الله اللي كبير على مستوى عالي ان شاء الله يا ربي، اللي كيشرف المغاربه.
الله يوفق الله يوفق الشباب المغربي ككل، لانه الشباب المغربي صراحه تبت راسه في اكثر من مره. شباب صراحه يعني قادر يقود الرهان. بغينا شي كلمه اخيره تقولها للمشاهدين على قناه زوم سات تي في. اول حاجه كنشكر قناه زوم سات، كنشكر المقدم رائع ياسين وكل التقنيين جنود الخفاء، وكنشكر المشاهدين الاوفياء للقناه والمتتبعين لعبد الواحد ديبان، وكنتمنوا من الله اننا نكونوا خفاف الظل عليكم كما سميت البرنامج خفيف ظريف، نكونوا خفاف ظراف عليكم. ورمضان رمضان مبارك سعيد عليكم كاملين يا ربي، باش ما تمنيتهم الصحه والعافيه على المغاربه كاملين، والله يرزقنا السلام في بلادنا يا ربي. سي عبد الواحد ديبان شكرا على قبول الدعوه، شرفتينا وتمتعنا بصوتك تبارك الله عليك، كنتمنوا اننا نشوفوك في شي عمل جديد ان شاء الله. اما انتم مشاهدينا كنضرب لكم موعد ان شاء الله في الحلقه القادمه من برنامجكم ضيف خفيف. رمضان مبارك سعيد، الى اللقاء.